السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أثناء الشغل بتاعنا في الفور دي ممكن أزرع عناصر على طول، أو ممكن أحط العناصر كأنها متخزنة وبعد كده بتتنقل سواء بمكنة أو بعربية أو بأي حاجة. هنشوف الموضوع ده مع بعض إن شاء الله. فأنا هفترض دلوقتي إن أنا عندي الكرسيين دول موجودين في مكان وهنقلهم لمكان آخر، هنشوف مع بعض إزاي. طيب ده الجدول الزمني اهوت. هقول له اول حاجه ان انا عايز اضيف create a new staging task. هقول له مثلا ان المكان اللي متخزن فيه الحاجه هو دوت، اوتوماتيك هو عامل لها تاسك ومديها انها يوم واحد. فاقول له لا يا عم زود. طيب عايز اضيف الكرسيين دول للحاجه دي، فهعمل سيلكت على العنصرين واجي هنا اقول له اعمل لي اضافه اد سيلكشن، بقى موجودين هنا. طيب دلوقتي هقول له بقى شغل، الحاجات هي ظهرت وبعد كده هيبدأوا يتنقلوا هنا بالشكل ده. هنشوف مع بعض طرق أفضل للإظهار والنقل.